أعزائي المشاهدين، نبدأ حلقة اليوم بسؤال محير: هل عين الإنسان أفضل أم الكاميرا؟ أحد يقول لي عين الإنسان أفضل طبعا، لأن الإنسان صنع الله والكاميرا بشر. بينما يقول البعض بس الكاميرات أحيانا بتشوف حاجات عين الإنسان ما تقدرش تشوفها. يعني على سبيل المثال، لو وريتك الريموت ده أنت لو دست عليه طبيعي مش هتشوف حاجة، لكن لو بصينا مثلا كده على الكاميرا، بص الريموت بيعمل إيه. عزيزي المشاهد، تجربة قد تكون مخيفة للبعض. هل فعلا العين بتشوف كل حاجة، ولا العين بتشوف اللي مسموح ليها ان هي تشوف؟ هل حقا ان احنا عايشين في عالم جوه عالم احنا مش شايفينه؟ معقول عزيزي المشاهد يكون العالم بتاعنا مش بتاعنا، واحنا طبعا ضيوف عايشين مع كائنات احنا مش شايفينها؟ فكرة انك مراقب بس مش عارف مين اللي بيراقبك، فكرة قد تكون مخيفة للبعض. مع العلم طبعا ان العين البشرية مش بتشوف الشياطين، ولكن قد يتساءل البعض: ايام الصحابة طبعا الناس كانت بتشوف الشياطين، ومن المعروف ان الشياطين كانت بتخاف من سيدنا عمر. فهناك رأي يقول ان الشيطان هو من اقترح فكرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. القصة الشهيرة طبعا اللي هي: نأخذ من كل رجل قبيلة فنضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. ويقال ان الشيطان ظهر حقيقة لملك بابل النمروز، وهو من علمه السحر، ويقال طبعا ان هو امر بالسجود لي الى اخر القصة. السؤال هنا عزيزي المشاهد: هل الشيطان كان بيظهر على صورته الحقيقية؟ عشان نعرف بس العين بتشوف الصورة الحقيقية، ولا لما يتشكل فقط؟ الله اعلم. اعتقد والله اعلم ان هم بيشوفوا صورة التشكل، وده لان الاجسام اللي خلقت منها الكائنات دي لا تستطيع العين المجردة ان هي تشوفها. والدليل على كلام حديث اول لسيدنا ابو هريرة بيحكي قصة لي مع شيطان. في اخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلم من تخاطب منذ 3 ليالي يا ابو هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. الحديث الثاني طبعا اغلبكم عارف. وفي نهاية الحديث طبعا رسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة او لسيدنا عمر: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. وده طبعا بيبين إن هم بيظهروا بأشكال غير أشكالهم، وده الحكمة طبعا. ولكن اليوم طبعا إحنا ولا بنشوف الشياطين بالتشكل ولا بالصورة الحقيقية. معنى الكلام اللي فات عزيزي المشاهد إن فعلا العين كانت تستطيع إن هي تشوف حاجات مع مرور الوقت اتحرمت منها، وده أكيد طبعا لحكمة إلهية تخدم الصالح البشري. عزيزي المشاهد، طبعا أكيد كل الناس عارفة إن اللون الأبيض عبارة عن 7 ألوان طيف، وعشان كده لا يعتبر لون مستقل زي الأسود والرمادي. لما بيكون التركيب الطيفي للضوء الساقط على جسم ما محفز بشكل متساوي للأنواع الثلاثة من الخلايا المخروطية الموجودة في عين الإنسان، وفي الوقت ده طبعا الجسم بيكون باين لينا إن هو أبيض اللون. يعني جدار العين عندك 3 أغلفة أو 3 طبقات متتالية: الغلاف الخارجي، ودي طبعا الطبقة الخارجية للعين اللي بيتكون منها بياض العين، الغلاف المتوسط أو المشيمة، الغلاف الداخلي أو ما يسمى الشبكية، ودي تعتبر الجزء الحساس من العين لأنها تتألف من النهايات العصبية العديدة اللي بتتجمع مع بعض عشان خاطر تكون العصب البصري. العين البشرية تنظر بين الضوء الأحمر والضوء البنفسجي اللي بنسميها طبعا ألوان الطيف 7. خارج النطاق ده احنا مش بنقدر نشوف. للعلم طبعا ان انت ممكن تجد حيوانات اقوى منك في البصر. البومة مثلا تستطيع ان هي تشوف في الظلام الدامس، تقدر طبعا تحدد الفريسة بتاعتها مهما كانت الدنيا ظلمة. قياسا طبعا على ده نستنتج الاتي: برغم تميز الانسان بالعقل لكن حواسه محدودة، او ممكن نقول الامكانيات اللي موجودة في بعض حواسه محدودة. عزيزي المشاهد، هل الكلام ده بينطبق على العين بس؟ لا لا طبعا، ده بيكون في باقي الحواس. يعني مثلا احنا نقدر نسمع 20 إلى 20 ألف زبزبة، عشان كده طبعا احنا مش بنقدر نسمع صوت الاموات، صوت عذاب القبر، صوت نعيم القبر. طب لو سمعته هيحصل ايه؟ انا بصراحة مش عارف، بس ايام زمان كان بيقول لي انت لو سمعت صرخة حد ميت ممكن تموت من هول الصرخ. يعني انت مثلا لو خرجت عن النطاق ده بتخرج عن صوت السمع. كمان نفس الكلام عزيزي المشاهد بالنسبة لعقلك. عقلك يعتبر محدود، الا انا طبعا عقلي محدود
وفاق الحدود. واحد يسألني طبعا ويقول لي يا مدعي الدحوحية أنت، وهل العقل حاسة؟ طبعا أنا ما فكرش في الموضوع وأرد على طول، وإيه اللي يثبت إن هو مش حاسة؟ واسمح لي إن أنا أرد عليك سؤالك بسؤال، أنت عارف أصلا مكان العقل فين؟ أغلب الناس طبعا هتقول لي العقل في الدماغ، لكن اللي انت ما تعرفوش ان العلماء فعلا اختلفوا على مكان العقل. لو نرجع طبعا للقرآن هنلاقي الفاصل في الموضوع ده، ان بعض العلماء استدلت بقول ألهم قلوب يعقلون بها، وده طبعا يعتبر دليل على ان العقل في القلب. باي زاوية طبعا هتلاقي في اغلب الاوقات ان في ناس كتير بتاخد قرارات بقلبها مش بعقلها، وغالبا طبعا بيكونوا البنات عشان طبعا مساحة القلب صغيرة، هي اوضة وصالة بس. لكن الاولاد طبعا ما شاء الله بتلاقي عندهم القلب فدان، فتلاقيهم طبعا عديم العواطف. عموما طبعا نرجع بقى ونتكلم عن محدودية العقل البشري. هل تستطيع انك مثلا تتخيل نعيم الجنة هيكون ازاي؟ المدة مثلا اللي انت هتاخدها بعد دخول الجنة، يعني مثلا هتعيش لغاية فين؟ طب هل المدة دي هتخلص؟ طيب عذاب القبر هيكون ازاي؟ او ممكن نعيم القبر هيكون ازاي؟ للأسف طبعا عزيزي المشاهد لا توجد اجابات، لان طبعا امكانية التفكير في الاشياء الغيبية بالنسبة لعقلك تكاد تكون معدومة. نرجع بقى ونكمل كلامنا عن العين، ونسأل هنا سؤال، هل العين قوية ولا العين ضعيفة؟ بعد طبعا الكلام اللي انت سمعته مني اجابتك هتكون ان العين ضعيفة، لانك بكل بساطة عرفت الحاجات اللي هي ما تقدرش تعملها. لكن طبعا لو عرفت العين ممكن تعمله والعين قادرة انها تعمل ايه، ممكن برضو تغير اجابتك وتقول لي ان العين قوية. العين طبعا ممكن تقتل انسان، وزي ما بيقولوا إخواننا المصريين حقتنا العين فلقة الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. واللي فاكر طبعا قصة الطفلة كارما اللي أمها نشرت صورة ليها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يوم من نشر الصورة توفت البنت. السبب اللي خلينا نجزم ان الامر فعلا له علاقه بالحسد. والمفاجاه عزيزي المشاهد ان اول تعليق لوالده الطفله اللي اسمها اسماء دياب بتقول ان بنتي ما اتحسدتش من يوم ما ولدتها، وانا عارفه ان هي بنت موت وكنت منتظره وفاتها في اي لحظه. وبصراحه طبعا المشاهد احتار، هل العين قويه ولا العين ضعيفة؟ ده طبعا مش الموضوع بتاعنا، احنا في الاخر عايزين نتوصل لفكرة مع بعض، والفكرة دي طبعا هتفهمها في اخر الحلقة. ربنا يستر طبعا عشان خاطر اغلبكم هيقول انا مش فاهم. نرجع تاني طبعا نكمل كلام عن العين، واللي معروف ان العين مسؤولة عن حاسة الابصار. وبالنظر طبعا للقرآن الكريم هنلاحظ اختلاف اللفظ المستعمل للتعبير عنها، احيانا طبعا رأى واحيانا بصر واحيانا نظر، والالفاظ الثلاثة طبعا مختلفة في البنية اللغوية، وليس بينهما حرف واحد مشترك غير حرف الراء، كما انها ليست من المترادفات بحيث يصلح استخدام لفظ مكان الاخر دون الاخلال طبعا بالمعنى. فهذا خطأ يتنزه كلام الله سبحانه وتعالى عن مجرد التعرض للقليل منه، وليس صحيحا طبعا ان استخدام الالفاظ الثلاثة هو من قبيل التنويع الدال على الثراء اللغوي، خصوصا اذا وردت مجتمعة في آية واحدة كما في الآية من سورة الاعراف، وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. وهنا طبعا استخدم لفظ النظر مع لفظ الابصار في آية واحدة. اغلبكم طبعا دلوقتي مش فاهم اي حاجة في الجزئية اللي انا قلت عليها دي، طب خلينا كده نتكلم عليها ان شاء الله في حلقة تانية عشان خاطر الجزئية دي صعبة. وكمان ان شاء الله في الحلقة اللي بعدها هتكلم هل الافضل السمع ولا البصر. انا عايزك بس قبل ما اتكلم عليها دلوقتي انزل اكتب في الكومنت انت من وجهة نظرك انه افضل السمع ولا البصر، وانا بعدين هرد لك على كلامك. اغلبكم طبعا هيكتب لي البصر، بس القرآن طبعا كان ليه ترتيب تاني ما بين السمع والبصر. اي آية طبعا في القرآن لو ذكر السمع والبصر هتلاحظ طبعا ان دايما بتقدم السمع على البصر، وده طبعا مش صدفة. وذكر علماء الاجنة ان اول ما يتخلق من الجنين وهو في بطن امه من الحواس هي حاسة السمع. اسأل نفسك طبعا سؤال، لو انسان مولود كفيف هل قادر على التفوق؟ اكيد اجابتك هتكون
قادر على التفوق، وبدليل ان في نماذج كتير كانت كفيفة وتفوقت في المجتمع بتاعها. لكن طبعا لو عندك انسان مولود مش بيسمع هتعلمه ازاي؟ واحد طبعا يقول لي عادي اعلمه القراءة. طب هتعلمه القراءة ازاي وهو مش سامع صوتك؟ واحد يقول لي عادي ماشي هكتب له. طب هو هيفهم اللي انت كاتبه ازاي؟ ما هو مش عارف اصلا ايه الاصوات دي ولا ايه ده، انه مش قادر يسمعك. كمان برضه عمره ما هيكون مؤمن لانه مش عارف في رب، لانه ما سمعش اي حاجة. المهم هنتكلم ان شاء الله عن الكلام ده في جزئية تانية كده وفي حلقة تانية عشان خاطر دماغك ما تلفش مني. احذف بس الجزئية الاخيرة اللي اتكلمت عليها، انا بتكلم عن العين عشان خاطر اقول لك الفكرة الرئيسية من كلامي في الاخر. واتكلم طبعا معكم في اخر جزئية اللي هي الخداع البصري. هل فعلا العين لا ترى الا ما يراه العقل؟ نشر عالم النفس الياباني اكيوشي كيتاوكا، يا رب اكون نطقت الاسم صح، صورة على صفحته الشخصية فيسبوك. الصورة هتظهر قدامك دلوقتي عزيزي المشاهد. الصورة تحتوي على خطوط رمادية متقاطعة تشكل شبكة هندسية تسمى بمربع الألوان المتباينة، وتتألق في داخل المربعات 12 نقطة سوداء. 12 نقطة سوداء. المنشور ده طبعا حصل على الكثير من المشاركات والتعليقات، فالمتابعون لم يتمكنوا من رصد جميع النقاط في وقت واحد، ما يجعل تلك الصورة مثالا صارخا للخداع البصري. ويبقى السؤال، ما السبب العلمي لتلك الظاهرة؟ يعد طبعا مربع الألوان المتباينة الذي نشره كيتاوكا أحد أمثلة الخداع البصري. المشاهد طبعا ما يقدرش يعد عدد النقاط السوداء في المربع ده، لأن النقاط طبعا بتتحول بيضاء بمجرد أن أنت تحول بصرك إلى نقطة أخرى. عشان كده من المستحيل أن أنت تعد النقاط دي في وقت واحد. في النهاية طبعا عزيزي المشاهد موضوعنا لسه منتهاش، وفي حقائق تانية مرتبطة بالعين هناقشها معكم. لكن طبعا الفكرة اللي انا عايز اوصلها لكم في النهاية، الله سبحانه وتعالى اخفى عن نظرك اشياء موجودة فعلا، وده الحكمة. ممكن طبعا تكون عشان تتعلم، مش معنى انك مش قادر تشوف الحاجة ده معناه انه هي مش موجودة. وده طبعا دايما اللي انا بأكد عليه وبقول ان تخطيط ربك لحياتك مخفي عنك، كونك مش شايفه دلوقتي فده الحكمة، هتحس طبعا بيها بعدين. اشوفكم طبعا ان شاء الله قريب عشان اكمل معاكم الموضوع ده. ولو ما فهمتش اجمالي الموضوع فانا مش عايزك تفهم الاجمالي، انا عايزك بس تفهم لي اخر جزئية انا قلت لك عليها، وعايزك تاخد المعلومات اللي في الموضوع وخلاص على كده. اوعى تنسى طبعا اللايك بتاعك وانطباعك عن الحلقة دي في التعليقات. ربنا يستر علينا بقى ان شاء الله والناس تكون فهمت. واوعدكم ان شاء الله هنكمل في حلقة تانية لو الحلقة دي عجبتكم. مش عارف بقى الايام الجاية هل هكون متواصل معاكم زي الايام دي، لان انا حاليا في فترة اجازة، بس الفترة اللي جاية هتشغل والضغط، بس ان شاء الله مش هسيبكم هكون معاكم. اتمنى بس مزيد من التحفيز. أشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.